أول شي بتوصلوني على الشركة لأنه عندي اجتماع بكير، بعدين الشوفير بيوصلكم على المدرسة. ماشي، إذا هيك رح تتأخر وأنا بوصلكم. ما في داعي أبدا، لأنه ما عاد في دروس وما عم بياخدوا تفقه. أنا ما عاد بدي يسلموا. صحة وهنا. صباح الخير مادموزيل. صباح النور. هيمان ندفع بكير، خليه هو يوصلنا. اي والله. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. مهند بتوصلنا اليوم على المدرسة؟ بشير راح من الصبح بكير مشان إجراءات العسكرية، وبابا اليوم عنده اجتماع. بيصير؟ ما تقعد. لا، ما بدي شباب يتأخروا عن مدارسهم. بشير بده يروح الجيش؟ هيك قرار مبارح. ليش ما عندك خبر لهلا؟ ابدا. يلا بخاطركم، مع السلامه. ادعوا لنا. الله معكم. حوشت لكم فليفله من جنينة، رح اغسلهم وجيبهم. جيبهم مشان المدموازين، نحن خلصنا فطور. ما بدي يسلموا. ما قدرت لحقكم، بتاكلوهم على الغداء. سليمان افندي، بعد اذنك شوف لي اذا بشير فاضي، قل له اني بدي اقعد معه شوي، يشوف شو عنده شغل ويرد عليه خبر. ما تاخذني عدنان بيك، بشير طلع من الصبح لانكم كنتوا نايمين ما شافكم، كان حابب يشوفكم. بس مشان الله، بدل حضرته ما يركض وراي، انا اللي لازم اركض وراه. شو عم يصير؟ شي بجنن. عم يعيش ايام صعبه كتير بهالوقت، لازم نعذره ونقدر ظروفه. يا عدنان سليمان افندي بيشوفه معذور وانت كمان معه، واللي صار مبارح بين مهند وبشير بالنهار بقدر اقول انه سليمان بيعذره، بس انا ما بقدر اعذره. انا اسف. بشير ما عم بيهتم فينا مثل ما نحن عم نهتم فيه. معقولة هالحكي؟ طبعا معقولة، يعني ليش ما عم يجي ويشرح لي عذره بنفسه؟ كل زاوية بالبيت ما بسمع غير موضوع بشير. شو هو معامل لي قيمة؟ استغفر الله. من فترة كمان سمعت انه عمل مشاكل، بس كرمالكم عملت حالي مو سامع. بس انا عدنان بيك سيد هاد البيت، ما بيصير هيك. الحق معك. كلامي مو موجه إليك، رجاء لا تفهميني غلط. أنا معصب من بشير. الإنسان بس بده ياخد قرار بخص حياته لازم ياخد رأي اللي حوله. أولته وآخرته بده يروح على الجيش، فليش حتى يترك دراسته؟ الأسبوع الماضي كنت عم شوفه بيدرس بكل نشاط، شو صار له فجأة؟ هلأ بتصل فيه وبقول له بس يخلص شغله يمرق لعندك على الشركة. بيكون أحسن. أنا صار لازم أمشي. مع السلامة حبيبي. بخاطركم. الله معك.